قدس الله الواحد الأمين. نبوة إشعياء النبي الذي تنبأ قبل مجيء المسيح بسبعمائة سنة كرر المسيح بالمجد في مسامع كتب الفريسيين، قال لهم حسنا تنبأ عنكم إشعياء. نبوة تقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. طبعا هذا الأمر يختص بالعبادة. جه وقت افتكروا فيه أن العبادة أنهم يرددوا الأقوال المحفوظة ويمارسوا الطقوس الموجودة، ده اللي ربنا عايزه. خلاص الواحد يعيش زي ما عاوز، لكن في واجبات عليه من ناحية ربنا، يعمل الواجب، وبعد ما يعمل الواجب يبقى ربنا عايز منه ايه؟ صلاة بيصلي، مراسيم طقوس بيعملها، أعياد، ذبايح، خلاص. وابتدوا يعني من سطح إلى سطح، يعني بيت كل اللي بيربطهم بربنا شوية الواجبات دي يأديها خلاص. ولما زادت الحكاية بقيوا يمارسوا الحاجات ديت يعني بالجسد اوتوماتيكالي، ومات الاحساس. الاحساس الجواني بتاع القلب ده ناحية الله مات، بقت كلها ممارسات شكلية، وابتدوا يحافظوا عليها اكتر واكتر 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 عشان تفضل الصورة كويسة، عشان يفضل الشكل البراني كويس. حرصوا جدا ان شكلهم يبقى كويس. وزي ما قلت لك اتسطحوا من سطح لسطح، من خارج لخارج، وتدقيق شكلي مميت في الكلام، في التصرف، في المشي، في البتاع قدام الناس، في العشور، دي شكلي. أنا اشتري حزمة كمون ولا شبت من السوق ويجي البيت يعد عود اتنين تلاتة اربعة خمسة تسعة، وده بتاع ربنا. بل اكتر من كده، فيهم من كان ناس وصلوا لاكتر من كده، يقول لك ايه الكمون المطحون ده حتى العيدان اللي بتتنخل في المنخل ديت لازم تقدم عنها عشور، تعد برضو حته الكسر ديت وايه تقدمها، ده حاجه بتاعت ربنا. بينما الحياه الداخليه القلب النيه ابتدت ايه تنهار 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 تنهار. لما المسيح كشف الغطاء بتاع الفريسيين ده، لما تقرا عنه في الويلات اللي المسيح قالها تلاقيها مخيفه جدا جدا، لان السطح البراني ده كان مخزن جواه عفن
شكل البراني اللي حافظوا عليه قوي، وقال لهم تبدو ظواهركم مثل الصديقين، شكلكم من بره بقى مظبوط 10/10، شكل القديسين شكل الصديقين، مثلوا الدور تمثيل تمام. ومن جوه قال لهم مليانين مليانين عظام اموات وكل نتانة. تصور طبعا انت عارف ان المسيح المجد فحص القلوب، فمش بيقول الكلام ده من فراغ، مش تمثيل، مش تورية او من زخرف في الكلام، لا، المسيح بيقول الحق. الحق لما كشف المسيح القشرة البرانية بان ان جواهم حاجة ما تتوصفش، ودي اخطر ما يصيب المتدينين. الكلام ده ما يخصش الناس اللي ما بيعرفوش كنيسة، ما يعرفوش ربنا، وما يدخلوش وما بيصلوش وبتاع، لا لا، الكلام ده بيخص الناس اللي بيعبدوا ربنا اصلا، الموظفين اللي بيجوا بروح. المرض ده بيصيب المتدينين، ان تبتدي الديانة تبقى حاجة برانية، حاجة خارجية، قشرة، ويبقى الواحد من جواه مضروب بالخطايا. عشان كده المسيح قال حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا هذا الشعب يكرمني بشفتيه. بقت العبادة كلها ايه؟ فيربال، كلام، كلام في الهواء. طبعا بقول لك ده بي بي بيضرب فينا احنا لما الانسان يعتاد دخول الكنيسه من غير وعي، ويعتاد الصلاه وهو حافظ خطاياه جواه، تبقى الخطيه جواه وهو بيصلي، فدي بتعمل قشره برانيه، ويبتدي الانسان يحكمها ويحبكها ويحافظ عليها. لما الانسان ما بيكونش مكمل واجبات التوبه وعايش فيها ومخزن الخطايا، او الخطايا ليها والشيطان له مدخل لقلب الانسان وبينخر فيه ومخلي جواه الخطايا، وبعدين يقول حافظ قوي على شكلك، ده انت شماس، ده انت قسيس، ده انت بتيجي، ده انت الناس عارفاك، ده انت يعني فجر في الكنيسه، فتبتدي الخطايا ترعى جوه الانسان زي دوده بتاكل وتخرب اللي جوه، ويبتدي الانسان ايه يقول لك زي ما انا، يقول له اخبارك ايه، يقول لك انا زي ما انا. ليه؟ لانه باصص لنفسه في المرايه البرانيه، لا، في مرايه تانيه جوانيه داخليه. المرايه الجوانيه ديت عين المسيح شايفاها، الجزء الداخلي الجواني فينا اللي هو القلب اللي منه مخارج الحياه. اللي بره ده طب عامله لمين؟ قال للناس. الجزء البراني الخارجي المظهر الشكل البراني ده بتاع مين؟ قال لا، ده للناس، الناس يشوفون، اعمل حساب الناس، يعني ممكن اعطى اوحش الخطايا، بس ايه لو حد شافني اقول يا اتخض قوي، يعني مدام بعيد عن عينين الناس تبقى الخطايا مباحة، والاستهتار مباح، والكلام الوحش مباح، بس لو حد شافني، يعني زي ما يكون واحد اتمسك في عملة، فالهم كله يركب الانسان اذا الناس عرفوا عني. عشان كده انا بديلك الحتة دي عشان الواحد يكتشفها في نفسه ويبتدي صح. اذا كان الانسان يخشى كلام الناس جدا جدا، ماذا يقول الناس عني ويبصوا لي ازاي، فاذا محدش يعرفني ماشيه، واذا حد يعني شافني ولا سمع عني ان انا يعني لو رحت في حته بعيده عن الناس ومحدش شافني ولا حد يعرفني ولا حد بتاع، زي بقيه الناس، زي بقيه العالم، فاوحش الحاجات ما يهمش ما دام بعيد. لكن اول ما اسمع ان حد شافني ولا بتاع اتبرجل. ليه؟ لان الصوره اللي انا راسمها والشكل البراني اللي انا
يعني محبكوا قوي عشان الناس يمدحوني وعشان الناس يقولوا ده فلان ده راجل، يعني الكلام اللي انت عارفه ده ما دام محافظ عليه، اول ما اسمع ان الناس عرفوا عنه حاجه اتهز. وازاي ومين قال لمين ومين قال لمين ووصلت لغايه فين والكلام راح لمين، وازعل جدا من الناس واتضايق قوي واتبرجل. ليه؟ لان الشكل البراني مهم قوي، ومديح الناس وكلامهم عليا مهم قوي، واجرتي باخدها من الناس ومترجيها ومستنيها ان الناس تمدحني والناس تقول عليا وان الناس تمجد فيا. كانت دي علة الفريسيين الاولى، مرضهم الخطير جدا، عاوزين مجد الناس، عاوزين مديح من الناس، عاوزين كلمتين كويسين من الناس. فلما المسيح بيصلح المسار، بقول لك للمتدينين لينا، لما بيصلح المسار يقول ايه؟ فوق كل تحفظ، سفر الامثال زمان، احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه، قالها المسيح ثاني النهارده. من القلب تخرج الافكار الشريره، الزنا، الاكل، السرقه، طلع منين؟ قال من القلب. طب والحل؟ الحل ايه؟ طهر اولا الداخل. عشان كده بقول لك الكونسيرن المسيحي مركز جدا مش على الشكل، على القلب. طهر القلب. لك الخطايا مضايقاني قوي، لان قلبك مش نظيف. طب اعمل ايه؟ ادخل مخدعك واغلق بابك واكشف على القلب بتاعك اللي منه مخارج الحياة ونقيه. اقدر؟ طبعا، ما انت مخلوق من جديد وانت مولود من جديد، وقلبك المخلوق من جديد ده نقي جدا ونظيف جدا شكل المسيح. فاذا كان اتفخ نظف، واذا كانت الخطايا جواه اتوب واعترف وارميها. محاولات فاشله جدا 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 هي ايه؟ المحاولات لتصليح الخارج، التصليح البراني والقلب تعبان، دي محاولات فاشله خايبه. كل توبه يعملها الانسان حكايه قصقصه حاجات من بره عشان يفضل المنظر حلو، توبه تعبانه. منين تبتدي التوبه؟ من القلب. بكل تأكيد كل واحد فينا عارف قلبه من جوه شكله ايه، فلا تنتظر كلام من الخارج. كل واحد فينا على انفراد عارف دواخله، نيته، قلبه، ضميره اللي منه مخارج الحياة ده، ما تستناش حد يكلمك عنك، لأن المسيح للمجد قال لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. فعشان كده بقول لك لما فضح المسيح التدبير الوحش ده قال هذا الشعب يكرمني بشفته، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. طب إكرام الشفتين اللي هو كلام الصلاة من البق يعمل إيه في المسيح؟ هل الله يشمخ عليه؟ لا. هل ربنا يخدع؟ بكل تأكيد لا. هل ربنا يعني كثرة الكلام وترديد الكلام يعني يخيل عليه؟ أبدا. إذن العبادة، هل العبادة ترديد القداس؟ هل المردات دي بغبغانات؟ لا 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 لا، العبادة قلب. إذا خلت العبادة من القلب خلت وتفرغت من معناها، يبقى ملهاش معنى.
إذا كانت العبادة ترديد من اللسان من الشفايف اشطب عليها. عشان كده الواحد يزعل ده كتير قوي من صلواتنا دخلت في الـ في الـ في الـ في الحته دي كتير. اكلم 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 اقول اصلي اقول لك ما بحسش. يعني قبل ما ابتدي اصلي ببطل، قبل ما ابتدي انفعل وقلبي يتحرك اكون بطلت الصلاة. ما بدخلش الاعماق نفسي. بل في كثير من الاحيان اقول الواحد صلي يقول اصلي اقول ايه، ما انا مش عارف اقول ايه. يعني افتح فمي امام ما اقول له ايه. اكرام الشفتين، كلام الشفتين، كلام الفم إن ما كانش يخرج من أعماق الإنسان في تذلله وتضرعه أمام الله ما يبقاش معنى. يعني لو جالك واحد بيكلمك كلامه وهو لا يعنيه، يعني هو بمجرد كلام تسميه إيه الإنسان ده؟ أو بيقول لك كلام كلام في الهواء وهو نيته وقلبه ما بيعنيش الكلام اللي بيقوله ده. لو الحكايه دي حصلت معايا، واحد بيجي يضحك عليا بشويه كلام، مجرد كلام بيقوله، وبعدين ابص الاقي في الاعمال بتاعه الانسان ما فيش ولا كلمه من اللي بيقوله لي، وعدني 500 ميعاد ولا مره يجي، اقول له ده جرى له ايه؟ اتكلم معايا ازاي؟ فتصور ان انسان يعمل كده مع ربنا، يتكلم 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 وقلبه مبتعد بعيدا. الصلاة العبادة مش عد كلام على ربنا. أدي لك دليل. المرأة الخطية اللي سكبت نفسها على قدمي المسيح قالت كم كلمة؟ ولا كلمة واحدة، لكن ايه؟ تابت وغسلت أخذ الغفران خطايا وقال لها مغفورة لك خطاياك ذهبي بالسلام. وقال هذه المرأة أحبت كثيرا ودموعها شاهدة وشعر رأسها اللي مسح رجلين المسيح شاهد. لكن الكلام إيه؟ ولا كلمة. إذن الأمر في الحياة المسيحية في الصلاة في العبادة بتاعتنا مش كلام، مش بكثرة كلامهم يستجاب لهم، لا، لأن المسيح إيه؟ فاحص القلوب مختبر الكل. قبل ما تقف وتفتح بقك قدام ربنا افحص اللي جوه ده إيه؟ أحسن الواحد يقول كلام أمام الله وهو لا يعنيه. قبل، عشان كده الآباء القديسين كانوا جهزوا نفسهم للصلاة. ما هياش وقفة، ما هياش روتين. لكن كان الواحد فيهم يجهز نفسه كيف يقف أمام الله وكيف يفتح فاه. ده إبراهيم أبو الآباء لما وقف قال شرعت أن أتكلم مع المولى وأنا تراب. افتح بقي أقول له إيه؟ فلما خدنا بالنعمة في العهد الجديد نعمة البنوة أن احنا لندل أن احنا نتكلم مع الله ونسكب أمامه أنفسنا وسؤال الصلاة، يجب أن تكون الصلاة من أعماق القلب. كل كلمة أقولها لما أقول ارحمني أنا أعنيها تماما. أما أدخل الكنيسة وأقول يا رب ارحم كده يا ليسون كده يا ليسون اعملوها، يعني تبص تلاقي فيه يعني ساعات الواحد يقولها زي البغبغان. طب نقول كده يا ليسون 41 مرة، 41 مرة في كل صلاة من صلوات الإقبال. لكن كر 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 واحد مش واخد نفسه ايه؟ هو تأدية واجب. لما واحد يقول قدوس الله قدوس 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 قدوس، لا انت واقف قدام القدوس. يعني انت لما تنطق من بقك كلمة قدوس الله
انت بتمتلئ بالقداسة. من الحاجات اللي من كتر ما تعودنا ابتدى الواحد فينا يدخل في الروتين الوحش ده، يبقى بيقول وعقله هناك بعيد، قلبه بعيد، فبيكرر كلام بالذات الحاجات اللي حفظناها منذ الطفولة، فبقينا نكررها بغبغانات. عاوزة مراجعة ان الواحد يراجع يقول ابانا الذي. كل ما يقول ابانا الذي يقف ويعني ما يقول. كل ما يدخل الكنيسة في القداس ما يستعجلش، ما يكررش الكلام زي ما المسيح قال لا تكرروا الكلام باطلا كالوثنيين. خلي كل كلمة بتقولها قلبك وراها سندها، وما تخليش الآية بتاعت إشعياء دي تنطبق علينا، إن احنا نكرم الله بالشفتين أما القلب مبتعد عنه بعيدا. لربنا المجد دائما.